أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشبابي شبابنا. نتناول خلال حلقة اليوم موضوع الإبداع التشكيلي بالأقاليم الجنوبية، محاور نناقشها مع مبدع في هذا المجال هو الفنان التشكيلي السيد فهدي رشيد. أستاذ فهدي أهلا بك. إذن قبل الانطلاق في محاور النقاش أدعوكم لمتابعة الروبورتاج التالي. الفنون التشكيلية أحد الأشكال التعبيرية التي فسحت المجال أمام شباب مبدع من الأقاليم الجنوبية لإبراز طاقاته ومواهبه في هذا الميدان. شباب أبدى اهتمامه بهذا النمط الإبداعي واجتهد من أجل مراكمة ما استطاع من معطيات ومعارف بخصوص هذه الثقافة الإبداعية التي تقاسمتها مدارس تشكيلية اختصت كل منها بأدبيات تميز كل واحدة عن الأخرى. مدارس تشكيلية سعى شباب هذه الأقاليم إلى تنزيلها إبداعياً وتجسيد معالمها من خلال إبداعات لامست مواضيع مختلفة حملت بصمة ولمسة المجال والفضاء الصحراوي. شباب لا يفوت فرصة انعقاد أي تظاهرة أو ملتقى يعنى بالإبداع للإفصاح عن تجربته الفتية والتي سيكون لها شأن كبير في حالة ما إذا حظيت بمزيد من الاهتمام والدعم والتشجيع. إذن أستاذ فهدي، كيف تصف لنا المشهد التشكيلي عموماً بالأقاليم الجنوبية؟ شكراً، أول شيء نشكركم على الاستضافة وسابق ما نتكلموا على يعني الوضع التشكيلي بالأقاليم الجنوبية لازم نتكلموا على علاقة الفن التشكيلي بالثقافة الحسانية أو يعني بموروث ثقافي في الثقافة الحسانية، يعني اللي يمكننا نربطوه بالثقافة المكانية أو الفن المكاني، يعني الارت دو لسباس اللي يربط بين يعني بين الوظيفة النفعية والوظيفة الفنية، يعني من خلال يعني لجينا نتناولوا الفن التشكيلي من ناحية الصناعة التقليدية أو الحرف التقليدية من قديم الزمن، يعني لازم إلا دخلنا خيمة ولا كذا يعني من ناحية مكان ولا استقرار ديال القبائل الحسانية والصحراوية، اللي نجبر أنه لا بدالك تجبر في الخيمة أشياء اللي ترمز للفنون التشكيلية من خلال المصنوعات الجلدية، من خلال طريقة تناول الحرفي الفن التشكيلي انطلاقا من الحروف والرموز في المصنوعات الجلدية. وهذا تكلموا عنه ياسر من الكتاب وياسر من الفلاسفة اللي من ضمنهم الغزالي والفارابي وابن خلدون اللي جسد هذا الفن، هذا يعني جسد الفن الجمال من ناحيتين، يعني الناحية الإبداعية اللي هي باليد والناحية الجمالية اللي تعتمد على التفكير وعلى ياسر من المسائل. ومن هذا يعني احنا كفنانين تشكيليين نركزوا على هذا الجانب، هذا يعني نتناول المواضيع اللي هي تتعلق بالثقافة الحسانية من تلقى من الأشياء اللي ذكرناها، يعني مصنوعات الجلدية وكذا، يعني توظفها في ك ك ك كتيمة أو كرمز للعمل الفني، كيف نشوفه في القصر، قصر أسل اللي هو عريق بالقدم، يعني دار في القدم نجبروا فيه ياسر من الأمور اللي تجبر في العمران، يعني تجبر رموز اللي هي تختلف عبر الحقب، اللي ياسر من الامور الاشارات اللي حتى في البنيان وكذا تشير على انه هناك تقدم في تناول هذا الفن هذا. وهذا يعني تجبر حتى من اماكن الاضافه في القصر، تجبر لازم نقوشات، لازم زخارف، لازم كذا، وحتى من النساء يتناولوا في وقت الفراغ وكذا يتناولوا اشكال اللي هي فنيه، يمارسوا فنون تشكيليه من داخل البيت.
وهذا الحمد لله يعني يجسد لنا ياسر من الامور هكا احنا كفنانين لازمنا نهتموا بها ولازمنا نشيروا لها في اعمال ديالنا الفنيه وكنتناولوها خصوصا في ياسر من الاعمال ديالنا اشرنا لهذا الموضوع هذا ديال الاشارات ديال الثقافه الحسانيه لازمنا كفنانين نجسدوها. أستاذ فهدي، ماذا عن مستوى اهتمام فئة الشباب بالأقاليم الجنوبية بهذا النمط الذي يعتبر ربما بكر في الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى ربما عدد الفنانين التشكيليين في هذه الأقاليم ربما الذين يعدون على رؤوس الأصابع؟ يعني كما قلت فنانين بأقاليمنا الجنوبية لا يمكن أن نقول أنهم يعدون على رؤوس الأصابع، إلا أنه هناك يسمون من الامور الخفيه اللي تمكن من بروز بعض العناصر وياسر من طاقات المواهب اللي ما تمكنت انها تظهر، ولكن الحمد لله احنا عزيمتنا قويه ان نجسدوا هذا الفن هذا من داخل الصحراء، واللي تناولناه من ياسر من الامور يعني اسسنا جمعيه الفنون التشكيليه جمعيه منار الصحراء، وحاولنا من خلالها ان نبرزوا هذا الطابع هذا الفني من يعني من تجسيد ياسر من الامور اللي ركزنا على المدارس والاماكن التربويه اللي يمكن تبرز منها ترسخ منها هذا الطابع الفني هذا. وحنا كفنانين تشكيليين من داخل الاقاليم الجنوبيه شاركنا في ياسر من الملتقيات وكذا اللي عبرت على انه هناك فن في هذه الاقاليم هذا، وهناك ياسر من طاقات لازم يعني استثمارها ولازم اهتمام بها ولازم كذا. على ذكر المدارس التشكيليه، ما هي المدارس التشكيليه التي يتعاطاها المبدعون في هذا المجال؟ كما اشرت في السابق يعني في علاقه بالثقافه الحسانيه وبالتاريخ يعني بالمناطق الصحراويه، الفن متجدر منذ القدم من هذا المنطلق هذا نجبروا يعني مدرسه تجريديه من خلال الزخارف من خلال كذا هي اللي كانت كتجسد يعني، ولكن احنا كفنانين تشكيليين يعني في هذا العصر هذا كنتناولوا هاد الرموز هذو كنتناولوا هاد الامور اللي هي متجدره في التاريخ باش نجسدوها بواحد الطابع واقع. يعني انا شخصيا كفنان يعني كنجسد المدرسه الانطباعيه يعني الواقعيه، ومع ذلك الواقعيه كنجسدوا منها ياسر من مشاهد وياسر من الامور اللي كتظهر عمق هذا الفن هذا في هذه المناطق هذه وعمق التجدر ديالو. إذن سنواصل الحديث في هذا الموضوع، لكن ادعوك وادعو الساده المشاهدين الى متابعه مجموعه من التصريحات التي استقيناها بخصوص الموضوع. واقع الفن التشكيلي بالأقاليم الجنوبية واقع مزري ويعاني من عدة مشاكل، من بينها غياب الدعم والتشجيع من طرف المسؤولين، غياب معاهد للفن التشكيلي بالأقاليم الجنوبية، مشاركات في المهرجانات، غياب المشاركات في اللقاءات الوطنية والمهرجانات، غياب ثقافة الفن التشكيلي. أقاليم الجنوبية فيها ياسر من الطاقات والمواهب خاصة في مجال الفن التشكيلي، وبالضبط المدارس الواقعية التي تعكس الواقع البدوي والصحراوي والتراث، إلا أن الفن التشكيلي بهذه الأقاليم يعاني من عدة إكراهات مادية ومعنوية، من بينها المشاكل البعد، مشكل البعد الجغرافي بين الفنانين، غياب وعزوف الثقافة الصحراوية لمثل هذا النوع من الفنون، غياب مدارس، قلة الورشات في مجال الفن التشكيلي، غياب الأرضية الخصبة للاشتغال، مشكل تسويق اللوحات. وبهذه المناسبة نوجه هذه الرسالة للجهات المعنية قصد الرقي بالفن التشكيلي وتشجيع الطاقات المحلية. بنا أستاذ فهدي، كيف تجدون تجاوب الجمهور مع هذا النمط الفني من خلال ربما مشاركاتكم في ملتقيات في مهرجانات وطنية وكذلك جهوية؟ يعني تفاعل الجمهور بالمناطق الجنوبية مع الفن هذا هو تفاعل يعني متجدر يعني مترسخ
جبرنا ياسر التفاعل انطلاقا من الانشطه ديال الجمعيه من خلال تنظيم مهرجان الوطني للفنون التشكيليه، واللي تمكننا ان نستدعو ياسر الفنانين اللي هما مشهورين على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وكان تفاعل كبير يعني فاق التوقعات ديالنا من خلال الساكنه، من خلال يعني فعاليات المجتمع المدني من الجمعيات وكذا، كان تفاعل اللي هو كيبشر بالخير الحمد لله. ومن خلال يعني المشاركات ديالنا في المهرجانات الوطنيه وفي المهرجانات يعني الجهويه وكذا، كان الحمد لله واحد الصدى كبير على انه كاين فن تشكيلي بهذه المناطق، وكاين واحد المواهب اللي هي صاعده. وحنا الحمد لله من هون لقدام كان يعني في اطار التحضير لياسر من المشاركات اللي هي دوليه، اللي يعني ساعدت فيها ياسر الامور من ضمنها وسائل التواصل يعني عبر الشبكات يعني في الفيسبوك، يعني كونا مجموعه باسم جمعيه مجموعه منار الصحراء الفنون التشكيليه، واللي ضمنت ياسر الفنانين اللي هما من النخبه يعني من كافه المناطق، يعني من دول الخليج، من اوروبا وكذا. يعني كان واحد التفاعل كبير بانه كاين هذا الفن هذا من داخل الصحراء، وعنده واحد الامكانيات كبيره انه يوصل للصدى العالمي، وهذا كيبشر بالخير الحمد لله. انطلاقا من ابداعات ديال الشباب اللي هي لقات واحد الصدى كبير، والحمد لله كانت يعني فرص كبيره ان نشاركوا على المستوى الدولي. ولكن يعني هذا كيتطلب ياسر من الامور اللي هي كتركز على اهتمام الجهات المسؤوله، واهتمام يعني الناس المسؤولين انها تساعد في هذه الامور هذه، لانه الفن التشكيلي يعني لو وصل للصدى الدولي ليكون عنده واحد ياسر من الايجابيات، وياسر من الامور اللي كتبشر بالخير للمنطقه والاقليم والصحراء عموما. الاكيد ان الفن التشكيلي شانه في ذلك شان باقي الفنون، ربما من خلال العروض التي تقدمونها تلامسون بعض المواضيع الاجتماعية المعاشة في المجتمع، ما هي طبيعة هذه المواضيع؟ يعني في الفن التشكيلي كفن، يعني الفنان هو ابن بيئته، يعني لا بد له انه يعالج المواضيع اللي كتهم المنطقه اللي هو عايش فيها، ولا بد له يعالج المواضيع اللي كتكون في العالم ككل، يعني من الظواهر اللي عاد متفشية الان من التطورات وكذا. يعني كفنان صحراوي هو مهتم بهذه الامور هذو وكيجسدها. وكانت من اعمالنا ايضا يعني كانت لوحات اللي هي متعدده، واللي شرنا فيها ياسر المواضيع، خصوصا يعني المجاعه بالصومال، وهذا في اطار يعني ما يجري في العالم. وفي الثقافه الحسانيه شاركنا بمجموعه من اللوحات اللي لقت واحد الصدى يعني جيد، وهذا يعني هذا لم ياتي من فراغ، يعني جاء من هذه الثقافه هذه اللي متجذره واللي هي عميقه، انطلاقا من ياسر من الامور اللي تزخر بها المنطقه من تعايش، من يعني حتى الناس يعني كتساهم في الاشياء هذه. والفن يعني في منطقتنا يعني متجدر من التاريخ كما كنقولوا، يعني انطلاقا من القصر كمعلمه تاريخيه، واللي كيتجسد فيها ياسر من النقاط اللي كتبرز على انه الفن متجدر من خلال العمران، من خلال يعني حتى التصاميم داخل البيوت والزخارف وكذا. هذا كيتجسد ياسر من الامور اللي حنا كتحفزنا ان نتناولوها في الاعمال ديالنا واللوحات ديالنا، اللي من هذا المنطلق هذا لقات واحد الصدى كبير الحمد لله. أستاذ فهدي، نتحدث عن ملتقيات ومهرجانات تنظم بالأقاليم الجنوبية، هل نجحت حقا هذه المهرجانات في توفير مساحة إبداع لكم للقاء بالجمهور وكذلك عرض إنتاجاتكم؟ بالنسبة للملتقيات والمشاركات ديالنا كانت محدودة في الأقاليم الجنوبية، وهذا راجع ياسر من الامور، الا انه في منطقتنا في آسا الحبيبة كانت عندنا مشاركات اللي هي عديدة وطنية، يعني من تنظيم مهرجان الوطني، وكانت لي شخصيا يعني مشاركات في عدة مناطق في الشمال، يعني في المحمدية وفي الجديدة وفي الرباط وفي الملتقات اللي هي كبيرة، واخرها كان ملتقى مهرجان الوطني للفنون التشكيلية اللي تنظم من طرف وزارة الشباب، واللي كان من خلال فعاليات ديالو كانت مسابقة وطنية اللي شاركوا فيها فنانين من جميع المدن المغربية، كانت مسابقة في كل مدينة، واللي يتأهل المسابقة، والحمد لله كان الشرف ان مثلنا المنطقة ديالنا وحزنا على الجائزة الأولى وطنيا، وهذا الشيء كيبشر بالخير الحمد لله. هل هناك من إكراهات تواجهونها في هذا؟ يعني في أي مجال هناك إكراهات،
خصوصا في المجال التشكيلي، يعني المجال التشكيلي كفن من داخل واحد المنطقه اللي كنحاولوا نبلوروا فيها يعني الصياغه ديال الفن التشكيلي من الموروث القديم لواحد الصياغه جديده متواكب العصر. يعني ما كليتش تجبر في الخيام مثلا، ما كليتش تجبر لوحه تشكيليه، ولكن اللي تجبر اسرامه، اللي تجبر ياسر من الامور اللي كتجسد هذا الفن هذا، ويعني باش ترقى من هذا المستوى هذا، باش تجسد هذا الموروث هذا بواحد الصياغه اللي هي معاصره، كانت ياسر من الصعوبات. ومن خلال يعني عندنا نمارس فن النحت كذلك، عندنا ياسر من الافكار وياسر من افكار مشاريع يعني باش نجسدوها من خلال المناطق ديالنا الجنوبيه، وهذا الشيء كيتطلب ياسر من الامور اللي تجبر تعقيدات وتعكيلات اللي هذا كيتطلب ياسر من الوعي من طرف السلطات. استاذ فهدي، اذا كانت لديك ربما رساله توجهها لشباب الاقاليم الجنوبيه ربما الذي يريد التعاطي والدخول في هذا المجال، ما هي رسالتك؟ الفن التشكيلي يعني فن زاخر وفن جمالي وفن يربي الذوق وفن يعني يربي الاحساس يعني كشخصيه اولا، يعني وهذا الشيء يطمح له اي شخص بغض النظر عن كون موهبه ولا كذا. والفن التشكيلي من داخل المناطق الصحراويه يعني عنده ياسر، عنده فضاء خصب انه يستقي منه الابداعات ديالو، ويكفي انه يكون عنده اهتمام. والاقاليم ديالنا الجنوبيه الحمد لله كتزخر بياسر من مواهب طاقات الشباب يعني، ويعني كشباب لازم نهتموا بالمورد ديالنا الثقافي ونجسدوا في الاعمال ديالنا، وهذا الشيء كيخلي الشباب يهتموا اكثر بالمورد الثقافي باش نجسدوا حضارتنا من داخل هذه المناطق هذو، سواء على المستوى الوطني والمستوى الدولي اللي هو كما اشرت قبل قليل يعني في وسائل الاتصال عادت متوفره حاليا. يعني بامكانك تناقش مع نقاد فنيين بحكم ان منطقتنا ما فيهاش ذاك المستوى ديال النقد ولا مناقشه الاعمال وكذا، يعني في وسائل الالكترونيه يعني توفرت لنا حظوظ كبيره ان نتناقش مع فنان ومع نقاد اللي كان عندهم استجابه كبيره لهذا الفن هذا، واللي كانوا كيشجعونا يعني شجعونا بان نواصلوا، انه عندنا هاد الطاقات هذه اللي هي نادره خصوصا في مجال النحت. يعني جبرنا فنانين كبار يعني دهشوا من جبروا هذا المستوى هذا من داخل هذه المناطق هذه، يعني ما كانش ظاهر من السابق كذا، يعني فنانين عندهم مواهب وطاقات كبيره اللي يكفيهم شويه من العزيمه. الان ربما احنا دورنا كفنانين تشكيليين ربما قطعتم اصوات في هذا المجال في تسويق منتوجاتكم ومنتوجات كذلك الشباب الاقاليم الجنوبيه في هذا الاطار، تسويقها ربما وطنيا ولما لا دوليا. يعني دورنا هو يعني كيف اشرت الجمعيه، يعني الجمعيه كتبقى منطلق الابداع، منطلق لتكوين المهارات، منطلق التواصل مع الاطفال، يعني تجسيد ثقافه الفن التشكيلي من داخل الارواح، من داخل المدارس، وهذا كيربي الحس الفني والحس الذوقي. يعني هذا هو دورنا، يعني دورنا من الاساس يعني نربوا هذه الناشئه هذه، يعني نجسدوا فيها نرسخوا فيها ثقافه الفن التشكيلي وممارسه الحس الجمالي والرقي بالذوق، وانطلاق كيف شرط دورنا كفنانين يعني مشاركه وتشريف هذه المنطقه هذه والوصول بالفن ديالنا لواحد الصدى اللي هو مشرف، وهذا الشيء الحمد لله كيبشر بالخير، وكنتمنوا اننا نلحقوا واحد الامور المستويات اللي كتشرف المنطقه ديالنا. كلمه اخيره قبل ختام هذه الحلقه. كلمة أخيرة، كنشكروا إذاعة العيون على استضافتها لنا في هذا المكان الجميل، وكنشكروهم اللي على اهتمامها بهذا الفن التشكيلي، يعني هذا كيبشر بالخير انطلاقا غير من هذا الجلسة هذه، كنستبشروا خير الاهتمام يعني المناطق ديالنا بهذا الفن هذا وبإيصال أكبر قدر ممكن من الصوت الفني، يعني من اللمسة الفنية الأوسع الشباب وأوسع الأطفال وأوسع الطاقة الشابة. إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ والفنان التشكيلي فهدي رشيد على إثراء مواضيع هذه الحلقة. بارك الله فيك، شكرا. كما أتوجه بالشكر الخالص لمشاهدي الكرام على طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة ومواضيع شبابية جديدة، في أمان الله.